على مهلك ادهم، ادهم على مهلك، يعني ليش مستعجل حبيبي؟ هلا بتروحنا؟ ها ادهم، مو محرز القصة يا حبيبي، مو محرز القصة، بعدين لا تنسى نحن واعدين ورا طارق منتظرنا. ادهم على مهلك، ادهم على مهلك، على مهلك، ادهم ادهم على مهلك، على مهلك، على مهلك. انزل هلا، صرت مبسوط القرف اللي عايشينه؟ مو على اساس كله عندك مثل الصرماية؟ لا تقعد جن على سماي. ايوه ادهم، يعني شو صار؟ مو عملت اللي بدك اياه وفشيت قلبك وتركت الشغل؟ خلصنا بقى يا ادهم، انت لازم كل ما صار معك شغله ناطرك تنزل. ما راح انزل وانت لازم تروح. ولك انا الحق علي اللي ما فشيت خلقي. ما هي هي علم. الشغل وتركته، كان لازم ابزق بنص خلقته لهالحقير. ماشي طول بالك، على مهلك يا ادهم، الله يسترك على مهلك. لك يا اخي اخي نزلني اذا بتريد، نزلني على مهلك. لك ادهم قولي، لك شرطي، لك عبينا. يفتح حريشك شحطتك. اخي الله يخليك طول بالك، مرته عم تولد بالمستشفى. اذا مرته عم تولد بروح العالم. اخي هاي لورا، طول بالك، انسى الورق شوي. عمي الله يخلي لنا اياك، لا تاخذنا حبيب قلبي انت. اخي هاي لورا وخلصنا ان شاء الله. يلا معلم نازل لعندك، انسى الورا شباب. يلا معلم جايك جايك. الله يخليك حبيب القلب، لك هو مزعوج شوي، مرته مخطره بالمستشفى. حبيب القلب بشيلنا اياها. سكر لي حبيب القلب، انت اخونا، الله وكيلك ما معك. حبيب قلبي على راسي، الله يديمك ما شاء الله عليك، الله يغسل عين على الفشقه، خزيت العين عنك. يعطيك العافيه حبيبي، الله يحفظك. ما شاء الله. تعال لهو، قديش حطيته؟ لك ايدك عني وخلاص، لا تفتح تمك ولا بحرف، لك تدفع لي 500 ليره. 500؟ ايه 500. مستغرب كثير، بدل ما تشكرني وتقول لي شكرا يعطيك العافيه فوق كل المخالفات اللي خالفتها، بس تكتر 500 ليره. لك اخي انت ليش نزل حالك تخترع كل هالقصص؟ فوق منها 500 ليره كمان؟ خلص خالفنا ياخذ لورا. لو الكل بيعمل هيك بهالبلد ما بيضل في سرقه ولا رشوه. عيني انت بخالف، والرشوه بتضل لازقه فينا طول ما نحن قادرين ناكل، عم تفهم علي؟ بدك تتشكرني تدفع لي 500 ليره غصب عن راسك. لك يخرب بيت قلبك، قاشا حطنا على المقفى وكلياته مشان وقعتك اللي ما لها لزوم. بتخوزق جنابك، ما في داعي تتفقس على البشر. قول هيك من الاول، خايف تنشحط؟ ما هيك والله مالي مضطر انشحط، على الجيش موجود انا بسبب اكل هواء. بعدين استعجل شوي، ناطرنا طارق وبدك تدفع لي 500 ليره وجلك فوق راسك، بعرف بتطيلس عليها. يا حبيبي اخر ايامنا بده يصير مصلح اجتماعي، هلا بده يقضي على الرشوه بالمجتمع. على مهلك خلص، على مهلك. لا تزوري. كيف ده حريشك؟ لا مو لابس ثيابك، خلصنا ناطرينا. شلح لك ايه ما حفوت خلاص. هذاك اليوم بلشت بالبيت ساعة انا وعم نظف عشان حضرتك تفوت بصباطك. ايه فهمت خلاص ما حفوت. بعدين اشتري لك موبايل، صرنا ساعة منزمر لك فوق. اخي انا بضمن ما حتسرطن منه على مسؤوليتي. بعرف لاني رح سرطن منكم. يلا الله يخليك، استعجل ناطرينا. بعدين هلا ادهم بيتضايق منك وبيقتلك. اهم شيء ادهم يقتلني. وينك؟ استعجلنا بوسويسك، جرة الغاز، كهرباء، مي، لا تنسى التاتش. حل عنا يا جرة الغاز سكرتها. طلع عرضه لهالبيت، وين صار البيت؟ المكتب وين صار؟ من هون على اليمين روح. لك يا طارق بالله سكر هالشباك رح نموت. زي مو احسن ما نموت خنق؟ كب السيجارة انت التاني. بيعك يا لطيف، شو نوري؟ بتضلك نوري. ليش مين قال لك اني باريسي؟ اخي نحن مستوعبينك لانك الوحيد اللي بتعرف عنوانه لهالمكتب. طارق ركز شوي، هذا مخفر جديدة عرطوز، وين صفي المكتب؟ خلصني سكر الشباك. لك ايه فهمنا ها. لحظة شوي، كمل دغري. هلا بيجيك مفرق هون، انا علمته وقتها. ايه في مفرق بعد شوي علمه بتاكسي كانت واقفه على الكوع. ها
لا كان في واحد ماري على البسكليت. تعرفوا انه انتوا الاثنين من صف التاسع ما تغيرتوا؟ لك ناقصكم انا. والله بلا تخيلك انت شو تغيرت. شلون 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 على شلون؟ ناقصكم انا. هلا وين هو يعني وين المكتب؟ وين؟ اي هون هون هي تاكسي على الكوع. شق النفس بناي الله يستر على يمين ولا يسار. هلكتنا دواختنا يمين يسار غيرنا. سكوتك شو عم بلعب انا؟ شوف هي لا هي 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 وين هي؟ على اليسار. اكيد ايه روح صف صفك على اليسار. لحظه شوي انت بشو معلمه هالمره البنايه حتى بتاكد بلغ لحظه لا حاجة. سيدي بشرف هي البناية. شايف ذاك الزلمة اللي جاي لهون؟ ليك هذا هذا تزورنا أنا وسعد وكنا نوصل الكراسي. ليك ليك شوف شوف ليك شو بيسوي. ما عم طلع فينا كأنه عرفان. اسمعوا أنت يعني بكون صار لك شي ثلاث أيام مالك متحمل. فشرت مبارح تحمم. بعدين حبيبي البنايات كلها نفس الشكل والحارات نفس الشيء، بلد كلها بتشبه بعضها، شو بعمل لك؟ مزبوط، احزير أبو دهيم شو؟ هذا أكيد معلم البناية بهدول الزلمة. بس أنتوا ضروري تتنطحوا وتقولوا نجي لحالنا بلا سعد. ايه هي هي هون لسه مو بايده خارج تغطية؟ لسه خارج تغطية. على فكرة عنا مشكلة تانية. عود تذكر انه باب. ما هو يوم منحوس ما بيكفي فالنتاين ومقضينه مع بعض مثل ما قطيب. يا ريت تحكي عن حالك بس استاذ. حابب يلعب شدي. ما حابب فلس اذا بدك. تعرف قديش حق الوردة بالفالنتاين؟ يغزي العين. البلد كلياتها صارت سينيه. لا تقرف اذا عفوا. عفوا بالله. عفوا بالله. مكتب المحامي سعد النجار وين هون؟ ما بعرف. بعتذر. لا هو اكيد هون بهذا الطابق بس نحن مضيعين الباب. حقيقة انا هساكن جديد هون ما بعرف حدا. اسف. شكرا. لك دبقتوا يا الزلمة. لك ليش انت لحوحتك ما بعرف دبقتوا. خلاص. صفي عنا ثلاث فورب يلا حق ربك. انا عليك. شو كابسي فوق صاحي. رح اطلع اسألك. تعالك يا عرب شبرك. لعلي مانك مقطوع انت. لكن مو سمعان شو عم يصير فوق. اخر شيء ليش متلبكين بخياركم؟ انا رح اقعد على الباب كلها. مساء الخير. مساء النور. هون بيت؟ فكرة هون محل. بيت مين بدك؟ بدنا مكتب. بيت مكتب. مكتب 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 بدنا مكتب. محامي سعد النجار. مكتب محامي سعد النجار. خير يا شباب. شوفي بدنا باب بيت مكتب استاذ محامي سعد النجار. بدنا باب استاذ المحامي سعد النجار. لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله. بدي اقول لك عن اللي بقلبي. اسمع هو حلوه لطقطنا هيك احنا شو ما يقولوا. شمالك شتت افكاري. ليش اخذت وايد عقلي مني ليلي عم لك بس اثنين بيتزا جاي وتفوت لاحكي لك على المغامرات اللي صارت معنا. مغامرات؟ ايه بالنسبه لك مغامرات. احكي له احكي له والله. ليش مرتب الكراسي؟ حلو بس انا نظفتها في جلد كمان. حريشة شو كسرة تاكل معك القصه كلها ساعتين زمان. هذا الشباك الشاي. تعرف شو انت هذا المكتب لازم تحطه هون. شباب تعال نفشي سرق حريشك. بس اثنين جاي. بس اثنين. شباب سعيد ما في شيء. اكيد ما في شيء. ايه ست. شو ظريف المكتب؟ لا لا ظريف بس مش دايرة عرطوز وبناية مو على شارع عمومي وحارة مسكرة وبيت حشوة وساعة لحتى وصلنا. مين بده ينكشك هون لك سعد؟ ولسه لينا نينا صاحبة تعمل لك فنطي. لا بس كويس ظريف. أدهم أصدق منيح كبداية. وين بدك يفتح لك يعني؟ بالبحصة؟ سعد ليك فينا نضل عم نطبحنك لبكرة الصبح ولا تقلي إنه ما فيك شيء على أساس نحن تعرفنا على بعض مبارح. لا بس تخنقت مع شوفير السيرفيس وضرب لي مزاجي بس هيك. ولك كده عن أبوهن يا زلمة. حطوا شوية جبنة. عجين على الحل عم تاكل على فكرة. شو حلوة. شو قلبي الحياتي من كل بستان الزهرة. شي بم 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 لنا مين الشدة؟ ها؟
هاتوا قربوا الكراسي. قوموا. معه يمكن بالغزانة، معك بالغزانة ما؟ ايه ايه. تعشي المملكة. شرف. شو هذا؟ لا صار بالضفارة. لا. عم عندك ثلاث بنات؟ وين رابع؟ حملوا يا حملوا يا. لا. مبالا. لك يا عيني شو مصير البنات أنا. بس مش شنتي. شباب شو قولتكم؟ من قبل وزارة الصحة ولا لا؟ دق خلص عم السعود شباب. مشان شوفير سيرفيس دك تقربنا قاعدة غم يعني. شو رأيكم شباب؟ أنا وحدة وحدة فيهم. كول بقى. والله انت وضعك صعب منيح يا صاحبي. لك لا لا عن جد عم بحكي. هي بحسها شايفة حالها. هي بدها بس ما بتحب تحكي. لا بنت الكبة دروش من هيك. هلا السبادية لئيمة والبستونية مجذبة. بس الديناري ما بعرف. أنا بحس إن السبادية عفشة. يعني ما لها نظيفية بينما هي أنيقة هيك مهففة مرتبة. يعني نظيفية بالمشرمحة يعني. ما؟ كل شيء عنده مفروز. يا حفش يا مرتب. طبيعي أنت حكيم؟ حبيبي ما في حدا منا طبيعي. ويفيك تقلي شو هالعلاقة اللي عم تعمله بحياتك؟ شو ها؟ هذا مباكي مغرش ما يعني طبيعي انت على الرنة. أورد أورد يعرف وقت فيه يا أورد يعرف في مدات العجائب هي بتاع حريصة عند فرازة من كأنه الصوت جاي من عند الجارة اللي فتحتنا اليوم. معقولين كنا عملنا لنا مشكلة البنت؟ بنت؟ البنت؟ فعلا ما خرجت تتعرف على بنات غير بالشدة. مرة ومكترة. شفت لي شلون مثل المورانو كوبي؟ يا حمار ما في مورانو كوبي. بعرف ما في مورانو كوبي بس تخيلها مورانو كوبي. لحظة تخيلها. يا رب يا رب يا رب. شباب إذا ما بدكم تكملوا لعب خلوني أمشي. أخي أنا رح أروح دق عليهم باب أعرف شو القصة. يستر على عرضك بلا مراجل انت الثاني فرع الان هي وزوجها وانت عش حالك بيناتهم بعدين تعال هون شو بدك تقلا انا في جار خلص شو بدك تقلا بجوز اترك انا ولينا ما عاد فيني كذب يا رب شان الله ومفصله